الرحمن الرحيم، انا اسمي عبد الرحمن ابراهيم. ده اول فيديو ليا، ورب ان شاء الله بس الفكره توصل للناس. فكره السعاده، فكره السعاده في حياتنا مرتبطه بحاجتين في حياتنا. في حاجه اسمها السعاده الماديه والسعاده المعنويه. يعني ايه السعاده الماديه وسعاده معنويه؟ سعاده ماديه ان انت مثلا نفسك في حاجه جدا، فالحاجه دي مثلا انت بتشتريها مثلا، او يعني مثلا واحد شاب مثلا نفسه في عربيه جدا، نفسه يجيبها. فالعربيه دي لما بيجيبها فهي دي بالنسبه له سعاده. في حاجه اسمها السعاده المعنويه، ودي يعني السعاده المعنويه دي اكتر بكتير من السعاده الماديه. معناها ان السعاده بتاعتها بتروح خلاص، هي بقت خلاص انت امتلكت الشيء ده، خلاص ما فيش شغف، ما فيش حب ليها. الفكره بعيده تماما عن السعاده المعنويه. ايه السعاده المعنويه؟ هو ان انت مثلا بتعمل حاجات تحسسك ان انت انسان، تحسسك ان انت مش شخص سعيد جدا. زي ايه؟ فكره مثلا انت لو راجل غني، في راجل غني بيتبرع بفلوسه وخلاص، هو كده بيحس ان هو يعني ارضى نفسه داخليا وخلاص، انا يعني الحمد لله رضيت ربنا، اتبرعت بفلوس خلاص. في حد لا، حد شايف ان ربنا خلقنا طبقات. انت لما تساعد فقير دي اصلا يعني تساعده بطريقه مباشره، مثلا شفت فقير ف ناس لقيت الناس كلها عماله تدي فلوس وخلاص، لا انت فكرت فكره ان انت رحت مثلا اشتريت له ميه، لقيته في عز الحر ميه وشيبسي مثلا وباتيه ومش عارف ايه، فرحت اديتها له وقلت له اتفضل يا باشا واكلته انت بنفسك. دي سعاده، يعني دي سعاده لوحدها اصلا حاجه كده يعني ما تتوصفش. لهوي، دي سعاده ما تتقدرش بفلوس، ما تتقدرش بفلوس الدنيا خالص. هي دي فكره السعاده. فكره السعاده برضه ايما ان انت لازم تعمل اي حاجه في حياتك، اي حاجه في حياتك تحط ربنا معاك. لكن انت لو راعيت ربنا في كل حاجه انت بتعملها في حياتك، اقسم بالله هتلاقي حياتك دي بتتغير للاحسن. دايما انت بتعمل اي حاجه في حياتك بتعملها تلاقي تحط ربنا معاك. الناس يعني ما بتعرفش تجمع الاثنين، ازاي انها تبقى شغل وتقضي حياتها وفي نفس وتضيف عليهم مثلا الحاجه الثالثه، ان ازاي تبقى مع ربنا. فانت لو عملت الثلاثه المعادله دي، حياه شغل ومثلا وشغل وربنا، وفي نفس الوقت تقضي دنيتك بس في نفس الوقت تكون راضي لربنا، فانت لو عملت الثلاثه دولت فهي دي المعادله، اللي المعادله الصعبه المحل. يعني زي ما بيقولوا محدش بيقدر يعملها، بس هي لا، في ناس كتير بتعملها وفي ناس بتقدر توصل لها. الفكره مثلا ان انت لو والله الواحد لو مثلا غير من نفسه كل فتره كده للاحسن. انا عن نفسي الفتره اللي فاتت دي والله العظيم بحاول اغير من نفسي، وبحاول زي ما بحاول اغير من نفسي بحاول اقول للناس مثلا برضو ان هي تغير من نفسها. يعني انت لو بتعمل الحاجه دي لنفسك في نفس الوقت تقول الناس، فدي يعني زي ما بقول لك ده على الخارج فاعله. انا والله الفتره الاخيره يعني الواحد بيحاول يغير من نفسه، بيحاول يجدد النيه كده ويغير من نفسه للاحسن. مثلا يبتسم قدام الناس ويكون لطيف مع الناس في كلامك في تعاملاتك، زي ما تعملش حاجه غلط، وازاي تفكر في ايجابيه مع الناس. فبس ده اللي كنت عايز اتكلم عليه، ويا رب الفكره توصل لكم ان شاء الله. بس يعني يا رب ان كل الناس تبقى سعيده في حياتها، ونحاول من غير من نفسنا. والله العظيم فعلا هي المعادله، لو الناس فهمتها والناس فهمتها صح، اقسم بالله انت هتكون من اسعد انسان في الدنيا. شكرا، ويا رب الفكره توصل.